هنعمل دلوقتي طبق سلطة حلو مع بعض. سلطة الكرنب بالجزر، ولكن المعتاد ان احنا بنعمل سلطة الكولسلو اللي هي بتبقى كرنب وزبادي او مايونيز وبناكلها في بعض المطاعم. انا النهاردة حابب اعملها بطريقة جديدة، اللي هو زيت الزيتون وعصير الحامض وكرنب وجزر مبشور. بس في مدرسة كده خبرة طهوية في عمل سلطة الكرنب من غير زبادي ولا مايونيز. المقادير شفناها على الشاشة، نبدأ نشتغل. لا داري حان حسب الرغبة. سلطة الكرنب بنشوفها مع بعض يا اخوانا. يلا يا حبايبي، حلو قوي. تعالوا نشوفه مع بعض هنقطعه ازاي. حلو قوي. بجيب الكرنب والمقادير على الشاشة. كرنب ده أساسي، جزر مبشور، بصل شرايح لطيف وجميل، واختار الأبيض أو الأحمر منه مفيش مشكلة، وعصير الليمون بتاعنا مهم جدا في الطبق ده. ما تنسيش بقى معلقة كمون حلوة عشان الحموضة وعلشان الكرنب ومشاكل الكرنب مع الكولون، الناس اللي بتعاني من مشاكل الكولون. تعالوا نعمل السلطة الحلوة دي مع بعض. بس أنا برتب مطبخي كده عشان هبدأ دلوقتي أقطع شوية كرنب حلوين، ونشوف إزاي نقطع الكرنب بتاعنا وإحنا بنعمله سلطة. بس ده ما يمنعش إن إحنا نطفي النار عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عالية. حلو بالشكل ده كده، ونهدي الزيت. حلو قوي. دايما لما بنيجي نعمل الكولسلو بيبقى فيه مصفاه. بعد ما بنفرم الكرنب بالسكينه بنحطه في مصفى علشان ينزل الميه بتاعته. انا باخد الكرنب ده كده. والله الاستاذه ريحان بتقول نضرب الكرنب في الكبه. دي لوحدي يعني، لست البيت اللي هي عايزه تخش المطبخ تعمل اي حاجه وخلاص. انا مش بحب كده خالص. فرمنا الكرنب في الكبه، شخصيته كده مش لطيفه. لازم الكرنب ده يتفرم زي ما انا هفرم دلوقتي بالسكينه بالشكل ده كده. شوف انا برصه ازاي. عشان كده سايبه للاخر. تاني قلب كرنبايه ده يا اخوانا، ام الله يرحمها كنت ارجع من المدرسه لا تعمل محشي كرنب، عايز اكل، كانت تمسك لي راس الكرنبايه دي وتقشرها لي، طعمها عسل. حد قبل كده اكل راس الكرنبايه دي متقشره؟ انا عارف الزمن الجميل. زي ما هي كده. انت هتفرمه بالسكينه ازاي ده يا شيخ؟ الاستاذ عايز تفرمه في الكبه. طبعا يعني حاجه سريعه وسهله. تمام زي الفل. اشيل دي بعدين بعد ما اخلص الحلقه. على فكره انا هقشر راس الكرنبايه دي يا شفيق، جيبها بالله عليك عشان افتكرت دلوقتي. تقشر بسكينه صغيره كده وناكل احلى من المانجا، خلي بالكم. هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه اعملها هاخد الكرنب ده زي ما هو كده، ونيجي هنا كده نشيل الايه، العروق التخينه دي كده وانا شغال كده. شفت الطريقه دي كده؟ كده خلصت منها. دي العروق التخينه مش عايزها. حلو قوي. وناخد الكرنب زي ما هو كده، يكون عندك بلانشه كبيره، ونيجي في النص كده قاطعينه بالسكينه كده. خلي نص هنا ونص معانا تحت السكينه. وناخده نقلبه كده. الله عليك وعلى والدك. وتحت السكينه يا مغازي، وتعلمي ازاي تمسك السكينه وتمسك الكرنب تحت ايدك وتقدري تتحكمي فيه وينزل تحت السكينة زي الشعرة. سكينة حامية. وانا شغال. بتجيب الكرنباية اللي وزنها خفيف. شفت التقطيعة دي؟ لو جبت مفرمة اختراع ياباني عمره ما يفرم لك الكرنب بنفس الفرمة دي، خلي بالك. ليه؟ حد سأل ليه؟
في تكنولوجيا دلوقتي وفي تطوير دلوقتي. انا عايز احافظ على ميه الكرنب، على الكبريت بتاع الكرنب، على البوتاسيوم بتاع الكرنب. انتوا عارفين الكرنب غني بالكبريت. ده عنصر معدني مهم جدا الجسم بيستفيد بيه. هناخده كده زي ما هو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ طيب ما خدتوش بالكم من الاولى، ناخد بالنا من الثانيه. يلا يا شفيق، انا مدلعك النهارده والله. شايفين الكرنب ده كده؟ زي ما هو، باخده كده اقلبه كده تحت السكينه. واجيب السكينه دي مش عايزها. السكينة هي نازلة لوحدها، لازم بإيدك كده. الوقفة دي لازم مهمة جدا، تفاصيل معانا وفرسان التلفزيون المصري، تفاصيل صغيرة خالص اهي. قبضة إيدك للسكينة مهمة جدا بنفس الطريقة زي الشعرة. ولازم إيدي تبقى تحت السكينة كده، وخلي بالك اوعى تعوري نفسك. قلت لي الشيف المغازة علمني كده، وفي الآخر تدعي عليا. تضحك أنا عارفة. ولا كبة ولا خلاط ولا مفرمة. هنا السوائل اللي موجودة في الكرنب موجودة. لآخر قطرة. اللهم صل على النبي. زي ما هو. بص أنا عايز أوريك حاجة. بص شوف التقطيع، شوف التقطيع. أنا بديك حاجات تحطها في البرومو تلعب بيها. ما تلاقيهاش في أي سوشيال ميديا. ده كرنب. زي ما هو كده. حلو قوي، نلم الدنيا دي كلها. حلو، لازم تكون البلانشه بتاعتك نظيفه، مهم جدا عشان الحاجه اللي تقع على البلانشه نستخدمها ما نرميهاش. مهم، وتروقي مطبخك اول باول. وتعالوا نشوف هنتبل الكرنب ده ازاي، اللي احنا شايفينه كميه كبيره ده. طبيعي الكرنب مع عصير الحامض وزيت الزيتون اول ما بيختلطوا بيه عامل زي السبارخ كده، تلاقيه هبط على طول. حاضر يا فندم. ننزل بزيت الزيتون. السلطه دي لازم تتبليها بنفس الطريقه على الكرنب كده. شايفين زيت الزيتون نازل يتناغم على البارد، مفيش اي مشكله خالص. ننزل بعصير الليمون. فين عصير الليمون؟ ركزوا في الموضوع ده عشان ده مهم جدا. شويه الملح التمام على الكرنب بتاعنا. شويه السكر التمام على الكرنب بتاعنا. وبايديا كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. السلطه دي لازم تعملها بالطريقه دي كده. شفت انا بشتغل ازاي؟ هتلاقي شويه الكرنب دول اتلموا في ايدي دلوقتي مش باينين. تاني عملت ايه يا شيف؟ زيت زيتون، عصير ليمون، اللي هياكل من السلطه ده يدعي لي. زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، سكر. الله الله. خلاص حلاوتك. نجيب طبق التقديم معانا. طبق حلو كده انت فرحانه بيه، طلعيه من الدولاب. حلو، ونيجي هنا كده وعايز اقدمه للاولاد. اعمل ايه؟ معايا جزر مبشور. اللهم صل على النبي. بناخد شويه كرنب كده. الجزر ما تجيش جنبه، هو لوحده كده هتاكليه تلاقي طعمه حلو. هقول لك ازاي دلوقتي. واخد الجزر زي ما هو كده. شوف الطبق ده كده من كل الاطراف ومن كل الزوايا هيعجبك. عشان كده جبته ازاز. وناخد الكرنب بتاعنا. لوحه فنيه يا شفيق. محدش معايا خالص النهارده. ايوه كده، اظهروا اظهروا كده، اظهروا كده، سلوني، بحس بالوحده. وعملت طبق سلطه لوحه فنيه بثلاثه تعريفه. اعتقد الكرنبايه دي بنعدي عند بتاع الخضار نبص لها كده. وانا ناقص اعمل محشي، هو لسه واكل محشي من امبارح، هو لسه كان عند امه واكل محشي ولا جاي من عند حماته؟ وارد يعني.
ناخد شوط الكرومبي دول؟ حاضر والله خلصت. بس انا فرحان بالكرومبي بصراحه، انا عايز الحلقه تخلص عشان اكل الكرومبي ده. لا مفيش اي انتفاخ، مسؤوليتي انا. السكر والليمون وزيت الزيتون زي الفل. حلقه النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، ايه الاماره وايه العلامه؟ الصوره الحلوه اللي قدام حضراتكم، كوردون بلوم المطبخ الفرنسي بخفة دم مصرية وبطريقة بسيطة وسهلة، وفرت عليك كتير. طبق بتدفعي فيه مبلغ وقدره. عملنا كمان طبق مكرونة جامد جدا بالبتنجان، بيتكلم إيطالي بيتكلم مصري، ولكن هو لازم يتكلم مصري لأنه معمول ببتنجان مصري من خير أرضنا. ومعانا السلطة اللطيفة الحلوة، سلطة الكرنب الحلوة اللي الأولاد بيحبوها، عملتها بشكل جديد وبطريقة جديدة، ودي تفاصيل بسيطة وسهلة ولكن القيمة الغذائية عالية جدا. يعني أستحق من حضراتكم المقولة الشهيرة اللي الصين حفظتها واليابان حفظتها، مطبخنا على شاشة القناة الأولى، رؤية فن إبداع. الكلام ده منين؟ من مزبيرو.